ليس هناك شك في أن التكنولوجيا الذكية تساعد في جعل الحياة اليومية أكثر سهولة، ولما يبقى جانب من جوانب الحياة إلا وكان للتكنولوجيا أثر واضح ولمسة مميزة في تطوير الحياة اليومية. عن الدور الكبير يلي دخلت فيه التكنولوجيا بمجال طب الأسنان وصحة الفم رح نحكي أكثر ونتناقش بالموضوع أكثر مع دكتور رامي خوري، اختصاص علاج أسنان. صباح الخير دكتور. صباح الخير، سعد صباحكم. يسعد صباحك دكتور، واهلا وسهلا فيك. أهلا بالبداية فيكم. دكتور خلينا نتعرف أكثر على دور التكنولوجيا في طب الأسنان حديثا. اليوم بشكل عام التكنولوجيا تطورت بمستوى كثير عالي، وهي نهار بنهار عم تتطور وينخلق مفاهيم جديدة وآلية جديدة بالعمل. بنفس الوقت اليوم طب الأسنان يعتبر من الاختصاصات اللي كثير عم تتطور، وعم تتطور فيها الآلية العلاجية والمواد العلاجية والمضمون العلاجي. هالشي هذا لازم يكون في مقاربة بين الطرفين، لأنه لازم المريض يصير على اطلاع كامل بملفه الطبي، يعرف شو العلاجات اللي عم بتتم له، مو بس بالاسم المعالجي. اليوم لازم يعرف شو المادة المحطوطة، شو الزرعة المحطوطة، شو لون الأسنان، شو تركيب التيجان اللي تركبت، لحتى تساعده اليوم يكون عنده هالملف الطبي بين إيديه. لأنه مثل ما عم نقول تغير المواد العلاجية وتطور الآلية العلاجية هذا شيء بفيده، لحتى هو يعرف في حال صار معه أي مشكل غير عند الطبيب اللي عالجه لازم يكون هالمعلومات معروفة له، بالإضافة للمعلومات الخاصة بصحته العامة اللي كتير إلى ارتباط كمان بالآلية والطريقة العلاجية اللي نحن بنتدخل عليها في حال كان عنده أمراض قلب، سكري. فهذا الشيء لازم يكون في منصة، اليوم كل طبيب لازم يكون عنده شيء خاص له يحط هالمعلومات وتكون متاحة للمريض بكل وقت وبكل لحظة هو بحب انه يطلبها. نعم دكتور، يعني عم نحكي نحن عن جمع الداتا اللي بتخص المريض من الاي تو زد، يعني تمام. يعني لاخر حياته هي الداتا بتضل هي موجوده ضمن التكنولوجيا، ولكن خلينا نغوص بعالم التكنولوجيا يلي هو بطب الاسنان. يمكن صار ما بقى في داعي اغلب العيادات انه نروح نعمل صوره اشعه برا، صار فينا بقلب العياده، كثير من العيادات صار فيها مثل هيك دخلت التكنولوجيا، وايضا في تكنولوجيات اليوم التكنولوجيا كتير العلاجيه. نحن الشق الاول عم نحكي عليه هو ملف المريض والداتا تبع المريض. اليوم وصلت لمرحله التكنولوجيا انه المريض ما عاد يتفاجئ بالنتيجه اللي بده يحصل عليها، والطبيب قادر يدرس الحالة بكل تفاصيلها. يعني اليوم وسائل التصوير الشعاعي المتوفرة بالإضافة لوسائل التصوير والآلية اللي بتتم من خلال دراسة الحالة، صار بيقدر الطبيب يعطي التصور المقارب لل فينا نقول 100%، ما فينا نقول يعني ننزلها شوي نقول 99% للنتيجة النهائية اللي بده يحصل عليها. فبطل عنصر المفاجأة مانو موجود عند الطبيب هو عم بيقوم بالمعالجة، بنفس الوقت عنصر المفاجأة عند المريض ليش طلعوا هيك سناني هاي التغت، فهو صار عم يعرف الحالة النهائية بالمطلق قبل ما تركب وله قرار فيها وقت بتكون مرتبطة بجانب تجميلي. يعني اليوم نحن كأطباء واجبنا بالناحية العلاجية نحن أصحاب القرار، ما فيها نقاش كيف أنا بدي أسحب عصب ولا أنا كيف بدي أعالج سن، ولكن بالناحية الجمالية بده يكون له دور المريض، لأنه بالآخر هالابتسامة هي ابتسامته، فهو حر كيف بحب يشوف هو حاله وكيف بحب الناس تشوفه، نحن بنعطيه رأينا بس ما بنلزمه فيه. فهالنتيجة هاي اللي بده يحصل عليها أحيانا هو ممكن تكون مانا كتير بالنسبة لنا وفق المعايير اللي نحن دارسينا من ناحية الجمالية كيف لازم تكون هالعلاقة بين الأسنان واللسة والشفاف بطريقة مثالية لأن تطلع الابتسامة المثالية، هو ما عنده هالنظر لإلها، بيكون بيطلب بدي أنا أسناني يكونوا هيك، يكونوا بهذا الشكل، يكونوا مثلا كتير بيض، يكون هيك حجومهم، فوقت بتطلع النتيجة بيتفاجأ لأنه هو بيكون شايفهم على أسنان حدا تاني ومفكر كل الأسنان بتركب للكل. فهي بالمبدأ هون صارت التكنولوجيا عم بتساعد أنه نحن بنعمل تصميم فعلي وحقيقي مطابق للنتيجة اللي بده يحصل عليها. فهون ما عجبته بيكون كتير سهل التعديل
سهل بالزمن وسهل بالكلفة، اللي هي اليوم كتير عامل مهم بموضوع العلاجات وخصوصا علاجات الأسنان. تمام دكتور، خلينا نحكي مثل ما قلت أنت، كتير سهلت، ما عاد الطبيب بده يجرب ولا المريض، يعني فورا النتيجة هي حتطلع مثل ما التكنولوجيا بتصورنا إياها. خلينا نحكي كتير علاجات بالتكنولوجيا، صرنا انتقلنا على علاج الليزر، خلينا نحكي عليه شو بيتضمن، وقال كمان كمان بزراعة الأسنان، خلينا نحكي على التطورات اليوم الجديدة. اليوم بزراعة الأسنان صرنا نحن من خلال الصور الشعاعية المتطورة عم نصمم الحالة بالمطلق، يعني عم نصممها، نحدد طول الزرعة وقياس الزرعة وين التوضع العظمي، وفينا نعمل جايد خاص كمان بيصممه الكمبيوتر. يعني اليوم أنا صممتها على الصورة، هالصورة هاي بعطيها للمختبر بيعمل لي نموذج محدد من خلاله ومحور الزرعة وطول الزرعة اللي أنا بدي أدخل فيه. تمام. فصارت عملية الزرع، يعني المصطلح اللي نحن بعد المصطلحات الترويجية اللي بنقول نحن زرع بدون جراحة، ما في شيء اسمه زرع بدون جراحة، في بدون يعني بتكون الجراحة محددة مانا كتير موسعة، وقت بيكون عنده بنية عظمية بتسمح للطبيب بيقدر يعمل هالجايد الموجود، ما بقعد بيعمل شق كتير كبير، بيعمل على فقط على حجم الزرعة. فهذا الشيء. علاج الليزر اليوم طبعا كمان كتير تطور، صار له كتير استخدامات خصوصا بالمجالات اللثوية، يعني اليوم إن كان بقطع اللسة، إن كان بتعديل لون اللسة، في كتير أشخاص عندهم لون اللسة تبعيتهم عم بتكون غامقة، بتكون التصبغات فيها عالية، فالليزر طبعا هو حل كتير سريع وجيد لحتى تتم هالمعالجة. ولكن الجزء الأهم بالتكنولوجيا هو إنه خلينا نقول الخطة العلاجية صارت كتير واضحة للأطراف للطرفين وبما فيهم المختبر، يعني صارت واضحة بطريقة مؤتمتة موثقة للمريض لحتى هو يعرف شو صار وشو انشغل وكيف الحالة تبعيته تطورت وكيف تعالجت ليوصل للنتيجة اللي هو بده إياها. ما اخترعوا تكنولوجيا للطبعة؟ بلا هلا اليوم مثل الكاميرا، مثل الاورال كاميرا، بنحطها بالتم سكان بتعمل 3D، بتعمل مسح كامل للفكين، ما عاد في داعي لحتى ينعمل له طبعه للمريض، فورا بتتاخذ، بنعمل له اوردر للمختبر، بنبعث له اياها، صارت موجوده عنده بيقدر يشتغل. فكل العمليه صارت يعني بدقائق، يعني انا وقت اخذني الدكتور بلا طبعه وبلا شيء، حتى لي جهاز، هو جهاز صغير، حتى لي اياه هيك على اسناني واخذ القياسات، كاميرا فمويه هالقد صغيره بنحطها، اخذ لي القياسات وخلصنا، ما عاد في عندنا طبعه. خلينا الدكتور نحكي عن التكنولوجيا والشيء الحديث، شوف هذه المراه الحامل، دائما نحن بنعرف المراه الحامل ما فيها كانت تعالج اسنانها مشان ما تتعرض للاشعه، لا هي شو الجديد يعني بصراحه ما تغيرت بالتكنولوجيا. انا قريت دراسه بتقول دكتور انه هلا فيها تتعالج المراه الحامل من غير الاشعه بالشيء الجديد اللي نازل هلا، انه ما فيه اشعه، فيها تتعالج بس يعني ضمن شيء معين يعني. تمام. فخلينا نحكي عن هي الدراسه صحيحه او لا، خلينا نقول بالاحتياطات اللي بناخذها الطبيه. تمام. اليوم الجانب الشعاعي في محل مجبرين فيه. تمام. ولكن الوسائل الوقايه والحمايه اللي بيستخدمها مركز الاشعه صارت اوكي، في واقي موجود هو بالاصل، تطورت اشكاله بطريقه انه اليوم ما يكون في تعرض للجنين. ونحن في حال ما كان في عنده اختلاطات المرأة الحامل، يعني ما في محاذير خاصة لوضع الحملة، فنحن بين الشهر الثالث والسادس منعالج بكل المعالجات اللي نحن بدنا إياها، حتى كلها كاملة، يعني بين الثالث والسادس منعالج كل المعالجات اللي نحن بدنا إياها، لأنه نحن الحذر مع المرأة الحامل هو متنوع متشعب، يعني وضعية الجلوس على الكرسي الطويلة هي مانا صحية بفترة معينة للحامل، التوتر النفسي اللي انت قد ما تستخدم التكنولوجيا، في اشخاص عندهم توتر من صوت الحفر، من ادوات الحفر كمان هذا على الحامل لانه بنشط الادرينالين. هذا صوت الحفر ما تحول لصوت بلا صوت على اجهزه الليزر؟ ممكن نحط له شيء، ما كل الحالات مثلا، عفوا اليوم ما كل الحالات، يعني الليزر لحالات محدده بيشتغل، ما بيشتغل للكل. تمام. يعني ما له لكل المعالجات. لا ما لكل المعالجات. تمام. لأن الليزر هو مبدأه عم يحرق النسيج لحتى يوصل للهدف المطلوب بطبقات محددة بطول أشعة محدد، ف
فهو ما انه مطلوب منه انه ما بيقدر يلبي كل الحالات يعني. تمام دكتور، يعني دائما في ناس بيروحوا عند طبيب الاسنان في مجازر مثل ما بيقولوا بيتمون هو تمام. اخطاء بعدين بتشوفي على الفيسبوك صور انه الحاله قبله وبعده هدول الاساس. اليوم هي عندنا مشكله بصراحه، وخاصه دكتور خليني نحكي بنقطه وبموضوع التكنولوجيا الصحيه اللي دخلت بمجال طب الاسنان، كثير في تلبيسات سنيه هي بيكون بالداخل في كوارث وما معروف السبب عند المريض. هون خلينا نحكي بالتكنولوجيا كيف نحن فينا نكشفها وكيف فينا نصحح الاخطاء. هلا عفوا نحكي بس على اول شقفه اللي حكيتيها. اليوم موضوع الترويج اللي عم بصير من خلال الفيسبوك صار كثير اوفر، يعني حول هالخدمه اللي نحن بنقدمها كاطباء لسلعه، وبالاخر هو المريض ما له سلعه، يعني نحن عم نقدم خدمه طبيه. فنحن اليوم ممكن نعرف من خلال هالسوشيال ميديا عن خدماتنا، ولكن ما ممكن، ممنوع، مو عنا ممنوع، هو بالأصل الفيسبوك ولا السوشيال ميديا ما أنا مهيئة أو مؤسسة لحتى ينعمل ترويج طبي ويعتبر المريض هو سلعة لك وقبل ولك وبعد، وهالصور المشغولة على الفوتوشوب ومعمولة تمام. فهي اليوم يعني هذا الموضوع صار عنا كتير زاد، يعني لحد لازم يكون في من الجهات المختصة انه تحط له حد، لانه تجاوز الموضوع وصارت هالخدمة عم يتروج لها بعروض كل سنين سن معهم كل هيك، فصارت شغلة زيادة. فهي لازم هون استخدام التكنولوجيا الخاطئ إذا بدنا نقول، أو استخدام التطور وسائل التواصل الاجتماعي الخاطئ صار له أثر. ليش؟ لأنه وقت عم يتوجه هالرسالة من خلال الطبيب عم يوجهها عم توصل لفئات مختلفة، هالفئات المختلفة ثقافتها مختلفة ومستواها الاجتماعي مختلف، فكل واحد بترجمها بطريقة، ولكن الأثر السلبي فينا نقول هو معمم للجميع عم بيكون، وخصوصا للأشخاص اللي هن خلينا نقول الثقافة الطبية تبعيتهم ما لنا كتير، بينبهروا بالصور اللي بيشوفوها مثل أي صورة إعلانية. فهذا الشيء صار له كتير أثر سلبي بالحقيقة على اللي حضرتك عم تحكي عنه، لموضوع انه اليوم الكوارث اللي عم بتصير، لان صار همه الصورة ما همه المضمون. تمام. عم بيركز على والله شو، ما عم بيشوف اسنان حلوين كويسين بس شو بقلبهم ما حدا بيعرف. مزمون. شو الكوارث اللي بقلبهم، شو لسه كيف عم تنضرب لسه هالحالة العلاجية بدها لازم تبقى فترة معينة يتم خلال العلاج من قبل الطبيب، ما نشطار الإنجاز السريع. يعني اليوم التكنولوجيا بتساعد لحد معين، ولكن في حالات بتتطلب، فاليوم بيطلب أحيانا المريض ممكن طبيب يقنعه يقول له والله أنا عندي بسرع لك بعمل لك، ولكن هذا الشيء بيكون له أثر سلبي. فهذا الموضوع لازم يعني ينعمل له توعية واضحة وصريحة من خلال الأطراف المشرفة على هذا الموضوع كوزارة الصحة النقابة، يعني لحتى يكون في توعية انه اليوم هل السوشيال ميديا هي مانا لترويج المريض ليس سلعة. أكيد. ممنوع نحن نتعامل مع المريض انه هو سلعة ولك وانا شو عندي ولك وانا كيف طلع ممكن الإسلام. تكون حالات مرضية انه نحن نسوق لها انه هي نجحت معنا، ولكن ممكن ما هي يعني اليوم ما خفى الصورة اللي نزلت نحن ما بنعرف بالاخر، بس اما لأن الصلاحية لأن الصلاحية يعني. واليوم في كتير اصدقائنا منتشرين في كل الدول برا، اليوم ممنوع بأي دولة انه ينزل الصورة الطبيب اذا ما اخذ تصريح خطي من المريض، حتى لو نزله بس شفافه واسنانه يعني. أوكي. اذا بده ياخذ تصريح منه رسمي وبده يتوثق بالمؤسسة بالهيئة الطبية انه هذا مصرح لي لحتى انا نزل. لا في منهم بياخذوا صور بعضهم بيحطوا الاسامي يعني، الواحد لازم ينتبه. تمام. ممكن فيديو كيف دخل المريض على العياده وكيف قاعد على الكرسي وكيف يعني كيف هاي شغلات هاي صارت كثير، يعني تجاوزت المنطق اللي مقبول
خلينا نقول بالترويج للخدمة الطبية. أكيد دكتور، خلينا مثل ما كنتوا عم تحكوا أنه أحياناً الشكل هو مثلاً اللي بيعني المريض، بس القصص الثانية المشاكل ما عم بيعني لها، مثل مثلاً اللي عم بيركب فينير بس لسه عم تنضرب عنده، مثلاً عم تكون إما محمرة أو لونه بيتغير أو في التهاب واضح بالنظر. خلينا نحكي على هاي المشكلة كيف ممكن تنحل، أنه هل الفينير بده ينشال ويرجع يركب فينير جديد؟ لأنه اليوم نحن وقت بيتشكل هالفينير، هو الفينير مصطلح أكاديمي يعني اللي هو الوجه. المتداول عنا أو المتداول بشكل عام هو الهوليود سمايل. تمام. هو هالتكنولوجيا طورتها الشركة، هي حولت أنه تقدر تعمل هالرقاقة الخزفية، تعملها بسماكة ما بتتجاوز الاثنين ديزيم مع المحافظة على قساوة معينة. هذا الابتكار. فاليوم ما كل المخابر مجهزين بهالطريقة اللي هن يقدروا يخدموا فيها. عم يصير في سماكة معينة للفينير عند حواف اللسة، وهم تتجمع البقايا الطعام بين اللسة وبين حواف الفينير. هالبقايا الطعامية بتتخمر، تعطي تخمر، نواتج التخمر تبعيتها بتعمل احتقان باللسة، بصير عندي نزف لثوي. للأسف هذا الموضوع لا يعالج إلا بتغيير الفينير، لأنه الفينير عامل كتف، عامل كتف معكوس فوق اللسة وعم بشكل هالمشكلة هاي. فلهيك اللي عم نحكي اليوم الدراسة الصحيحة والحالة الصحيحة والتحضير الصحيح للمريض ما مبني على الارتجال، انه انا يلا فورا فينير ونحط وناخذ القياس من غير ما نحن موضحين له للمريض شو الحالة تبعيته، شو خصوصيته، شو لازم تطلع النتيجة، ويكون مشغول عند مخبر صح بيستخدم مواد صح، ويكون طبعا الطبيب عم يستخدم المواد الصحيحة. قبل ما نختم بدي اسال سؤال، يعني اللي عامل فينير من تقريبا 10 سنين ما صار لموضة؟ صار لها من الـ 2000 بسوريا. هلا هي بلشت، نحن اشتغلناها انا من ناحيتي اول حاله اشتغلتها بال 2005. اوكي، هي اكيد بس 2005 كان كثير في صعوبه انه المخابر يعني كانوا ما بينعدوا على ايد وحده، اقل يعني كان مخبرين او ثلاثه كل سوريا اللي مجهزين حالهم. طيب من هداك الوقت او من 2005 او من وقت ماضي لحد الان هي نفس المواد؟ اكيد تطورت، اكيد تطورت. فاللي عامل من 10 و15 سنة الفينير قد ايه عم يلقمعه؟ يعني عم نعرف لا ما تطور بجودة المادة، جودة المادة ضلت. اليوم نحن شو الهدف من الفينير؟ هو تجميلي. فتطورت الحيوية تبع المادة اللي عم تنحط، يعني كانت قبل المادة تطلع مقاربة للطبيعي، ما بنسبة 100% ولكن بمنطق قريبة من 100%. اليوم تركيبة المادة اللي عم تستخدم بالفينير، هالخزف اللي عم يستخدم بالفينير، الحيوية تبعيته مطلقة، يعني مطلقة يعني لا كيف أقصد، يعني مقاربة للحقيقة 100%. فأنت عم تعطي نتيجة طبيعية 100%. من قبل نعطي النتيجة وكانت السماكة نقدر نتحكم بالضبط، كان يبين إلى حد ما أنه عامل، هذا عامل لك وهذا المريض عامل أسنانه. هلأ نوصل نحن لمرحلة أنه ما ممكن حدا يعرف إلا اللي بيعرفوه للمريض، بيعرفوا أسنانه قبله وبعد ممكن تفرق عليهم. بس إذا مريض شخص عم بيشوفه جديد ما بيعرف أنه هو مركب، لأنه عم يتركبه بمستوى حيوية عالي. هذا السن اللي نحن طوله ما بيتجاوز 5-6 ميلي، هدول كل 1 ميلي أو نص ميلي في له قصة لحتى العين تقرأ صح، ما تقرأ بصورة مختلفة وتبين. العين بتشوف ما بتحكي تماماً، ويمكن بتشوفه أنه هو مانو صح. يعني بفيد دكتور هذا الشيء أو الفينيرات الجديدة بتشوه السن الواحد، يعني ما أنا مضطر يعمل بالضبط 100%. يعني اليوم صار عنده حادث المريض، في عنده سن أمامي متلون ساحبين له عصبه إجباري بده يتغير لونه، هذا معروف يعني. فاليوم إذا وضع بقية الأسنان جيد ما أنه مضطر هو يعمل للكل، صار بيقدر يعمل لسنه فعلا بدون مبالغة بيطلع مطابق 100%. ما حتى باللون ولا بشيء أكيد ما بيختلف، يعني ما حدا بيعرف أنه هذا المريض عامل شيء. حتى عفوا مواد الإلصاق كمان تطورت بطريقة كتير كتير كبيرة. يعني تمام دكتور، شكرا لك، شكرا على معلوماتك القيمة، وأكيد نشوفك بحلقات قادمة. شكرا لك، شكرا لك دكتور، وأهلا وسهلا فيك.